احنا في عنا ادله كتابيه على الطوفان. Yes. لكن اذا ممكن ولو بتعبير يعني سريع تعطينا بعض الادله الكتابيه للطوفان وبعض الأدلة الخارجة عن الكتاب المقدس بتدعم فكرة الطوفان. الأدلة الكتابية هو الوصف الدقيق في أصحاح 6 لأصحاح 9 من سفر التكوين عن أحداث الطوفان، توقيته. لو في طوفان عالمي إيه اللي تتوقع تلقاه؟ تتوقع تلاقي حفريات في كل العالم اترسبت نتيجة هذا الطوفان في كل مكان في العالم، وده اللي بنقاه لما بندرس الجيولوجيا. فبنلاقي حاجات متحفرة من كائنات مائية عايشة في المية على قمة جبل، ده معناها أن الجبل ده كان متغطي بالمية، وبعدين تحفرت الكائنات دي على قمة الجبل، وبعدين نزلت المية وعملت المحيطات اللي احنا شايفينها. إمتى السمكة دي يحصل لها تحفر؟ لو في أملاح كتيرة ولو في حرارة كبيرة وفي ضغط شديد هتتحفر على طول، وده اللي حصل في الطوفان. لما البراكين اتفتحت ولما الأملاح اتحركت ولما الضغط علي ولما الحرارة عليت اتكونت هذه الحفريات. العلماء طبعا الغير مسيحيين وعم بيعتقدوا من خلال الصور بيقولوا انه كان في طوفان اللي غطى كوكب المريخ. فشو المقارنة بالصورة اللي بنشوفها عن كوكب المريخ للطوفان اللي بيتكلم عنه اللي حدث على هذه الأرض اللي احنا عليها؟ كوكب المريخ ما عليهوش مية سيلة خالص، فشافوا التضاريس بتاعته فلقوا فيها أخاديد كأني صنعها طوفان، فقالوا كأني طوفان نوح حصل على المريخ اللي ما فيهوش مية، ورفضين يقبلوا طوفان نوح اللي على الأرض اللي هي 70% من الكتلة بتاعتها مية. فتشوف المنطق المعكوس إنه ما فيش فعلا أي نوع من المنطق اللي عايز يقبل فكر الله.